ولكن اللي سمعت يا اخوان والله يعني في هالموقف يعني انا ما احب ان اقوله، لكن يعني انا قلت اقوله لازم اكمله. قيل في الانترنت انه كيف بنبعث لايران هذه التبرعات، يعني التبرعات هذه واجب عليكم كلكم. هذولا ما يستحقون شيء، وهذولا فيهم ولا في، يعني كثروا. بس اللي اخبث من هذه واللي ارذل من هذه، قالوا يا ليت ان الدم اللي ارسل لهم يحط فيه يعني خوف من الايد اللي يموت اكثر. هل هذه اخلاق؟ هل هذه اخلاق اسلاميه؟ هل هذه اخلاق انسانيه او عربيه؟ اخواننا يا اخي هذول مسلمين، وانسانيه هذه يا اخوان. كيف يعني حاطين سعودي يخسر؟ هذا ما هو سعودي، براء منه ان شاء الله. كل سعودي لا يمكن يقدر منه انك شيء طيب يا اخي، احساسه دينه وبوطنه باخلاقه. لكن هل انتم احب اني اعلنها الان بان كل ما جاء في الانترنت نسب الى السعودي ما هو سعودي، بل ممكن ينتمي الى فئات انتم اعلمها حاطينها يمشونها في يعني الشعب السعودي. ولا من اللي بيقول انا اقول؟ من اللي بيقول هالقول يا اخي؟ يخجل، يخجل من ربه يا اخي، يخجل من انسانيته. لكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شكرا لكم.